بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الثانوية العامة، معاكم هندي محمود. أهلا بيكم. النهاردة هناخد مراجعة النهائية لمادة التربية الوطنية. التربية الوطنية فيها 4 فصول. الفصل الأول بيتكلم عن الأخلاق، الفصل الثاني بيتكلم عن الديمقراطية، الفصل الثالث بيتكلم عن الأحزاب السياسية، الرابع يتناول الدستور والمشاركة السياسية، وطبعا الفصل الرابع أهم الفصول من الفصول المهمة. هنبدأ بأول فصل اللي هو الفصل الأول، الأخلاق. في 3 أسئلة إن شاء الله في الامتحان مهمين. نبدأ بالنقطة الأولانية، دلل بمثال على إن القوانين عامة ومجردة، أي تطبق على جميع الأشخاص والوقائع، مثل كل من ألحق ضرر بالغير فعليه تعويضه. رقم 2، تنظم القوانين سلوك الأفراد في المجتمع. طبعا جملة صحيحة، ندلل إزاي بمثال، القوانين بتحكم السلوك الخارجي ولكن لا تحكم على المظهر الخارجي. يبقى احنا نخلي بالنا ان هنا القانون بيحكم السلوك الخارجي وليس كلمة المظهر ايه، وليس بيحكم على المظهر الخارجي. تتسم القوانين بأنها ملزمة ومقترنة بالجزاء. نفسر الكلام ده بإيه؟ حتى يقتضي إلزام المواطن بالقوانين والتقيد بأحكامها، والجزاء هو الأثر، طبعا هو الأثر لهذه القوانين. أذكر مصادر القوانين، مصادر القانون. مصادر القانون التشريع، التشريع وهو وضع القوانين المكتوبة بواسطة السلطة المختصة. العرف هو سلوك تعود الناس عليه على فعله بحيث يصبح قاعدة عامة. مبادئ الشريعة الإسلامية، طبعا وهي المبادئ الإسلامية العامة المسلم بها وتطبق على جميع المواطنين. مبادئ القانون الطبيعي، وهي قواعد ثابتة لا تتغير بتغير الزمن والمكان. في سؤال مهم اللي هو أذكر أنواع الدساتير أو علل تتنوع الدساتير من حيث تدوينها أو طرق تعديلها. هنقارن بين الدساتير من حيث تدوينها وطرق تعديلها. من حيث تدوينها عندي في دساتير مدونة ودساتير غير مدونة. الدساتير الغير مدونة هي قواعد عرفية استمر العمل بها حيث أصبحت ملزمة. دساتير مدونة هي القواعد التي تم تسجيلها في وثيقة رسمية صدرت من السلطة المختصة، والدساتير المدونة طبعا كل الحكومات بتاخد بيها. من حيث طرق بقى تعديلها، عندي دساتير مرنة. دساتير مرنة هي التي يتم تعديلها بنفس طريقة تعديل القوانين المعادية مثل الدستور الإنجليزي. دساتير، عندي دساتير جامدة هي التي يستلزم تحليلها إجراءات معقدة مثل دستور أستراليا. سؤال، تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم. إجابة صحيحة. طبعا لو احنا فسرنا الجملة دي، لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية السياسية المحيطة به. طبعا مش كل الحكومات بها دستور واحد، ولكن الدستور نتاج الأوضاع الموجودة في كل بلد من البلدان. فبالتالي هنا الدساتير متنوعة من بلد لبلد، يعني من دولة لدولة. أساليب نشأة الدستور، عندي طرق ديمقراطية وطرق غير ديمقراطية. الطرق الديمقراطية أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية وأسلوب الاستفتاء الدستوري. أسلوب الجمعية التأسيسية النيابية هي حيث يقوم الشعب بانتخاب ممثلين لإعداد الدستور نيابة عنه، ويصبح الدستور نافعا بمجرد إعلان الصيغة النهائية به، مثل دستور سوريا عام 1950. طيب أسلوب الاستفتاء الدستوري هو دستور يتم عن طريق جمعية تأسيسية وثم الاستفتاء، وبعد كده عندي الاستفتاء بيتوافق عليه مثل الدستور المصري 2014. طرق غير ديمقراطية لأساليب نشأة الدستور، عندي أسلوب التعاقد وأسلوب المنحة. أسلوب التعاقد تتم باتفاق إرادتين، الحاكم والمحكوم، وهو اعتراف من الحاكم بمشاركة الشعب في السيادة مثل الدستور العراقي عام 1925. في أسلوب المنحة، هي دساتير بيضعها الحاكم دون مشاركة الشعب مثل دستور فرنسا عام 1814. أذكر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا. أولا المحكمة الدستورية العليا عملها إيه؟ الرقابة على دستورية القوانين، تفسير النصوص التي تشير خلافا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، والفصل بين حكمين نهائيين متناقضين. أذكر أهمية الدستور والقانون. الدستور والقانون هم حجر الزاوية في بناء الدولة، تحقيق الأمن والنظام وتحقيق العدل والمساواة واستقرار المجتمع وتقدم وارتقاء المجتمع. يبقى
أهمية الدستور والقوانين، إن هم بيحققوا الأمن والنظام، بيحققوا العدل والمساواة واستقرار المجتمع وتقدم وارتقاء المجتمع. حدد فروع القانون. تتعدد فروع القانون، حللي هذا. القانون العام والقانون الخاص. عندي نوعين من القانون، قانون عام وقانون خاص. القانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها، مثل القانون الدستوري. القانون الخاص هي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة، مثل القانون المدني. بعد كده عندي حلل العلاقة بين مبادئ القانون والأخلاق والدين. في علاقة بين مبادئ القانون والأخلاق والدين. معظم قواعد القانون أساسا هي كانت مستمدة في الأصل من الأخلاق والدين، ومع تطور المجتمع تحولت إلى قواعد قانونية مصحوبة بالجزاء. ولكن رغم ذلك في عدة فروق بينهم، بين مبادئ القانون والأخلاق والدين. قواعد القانون لا ترتبط بالنوايا، وتهتم بعلاقة الإنسان بغيره وسلوكه الخارجي طبعا، لكن قلنا مظهره الخارجي. لا، مبادئ الأخلاق بقى بتهتم بالحاجة الجوانية اللي هي النوايا، وتنظم العلاقات بين الفرد ونفسه وعلاقته بغيره، ولها جزاء معنوي. تعلم الدين تسمو بالإنسان في الكمال، وتشمل واجبات الفرد نحو خالقه، ولها جزاء في الدنيا والآخرة. استنتج العلاقات بين الأخلاق والقانون والدستور. الأفراد بيحكمها عنصر القوة، وتجمع مجموعات يحكمها عادات وتقاليد، وزيادة تجمع البشر بيحكمه القانون، وفكرة الدولة الحديثة بيحكمها الدستور. وضعت الحضارة البابلية القديمة القوانين. خلي بالك الحضارة البابلية هي أنشئت في العراق. دليل بمثال، وضع البابليون قوانين حمورابي التي تميزت بشمولاتها لمجالات الحياة للمرأة والطفل. سؤال، قامت الحضارة المصرية القديمة بوضع القوانين لتنظيم العلاقة بين أفراد شعبها. المثال هنا إن المصريين وضعوا قانون يسمى قانون معت، ويضم 42 مادة. وطبعا قانون معت كان معروف بإله العدالة، وجوهره هنا الفضيلة، وقد احترمه الملوك. كده احنا بكده يبقى احنا خلصنا الفصل الأول الأخلاق. الفصل الثاني الديمقراطية. حدد خصائص الديمقراطية. خصائص الديمقراطية المساواة بين المواطنين، المواطنين جميعا أحرار، تداول السلطة، الحكم هنا بيبقى للأغلبية، والسلطة أساسها التعاقد طبعا بين الحاكم والمحكوم. اذكر السؤال اللي بعديها، اذكر أهمية الديمقراطية. أهمية الديمقراطية حماية حقوق الإنسان، تحقيق الرخاء والتنمية، إتاحة فرصة متكافئة للإبداع والابتكار، في مساواة طبعا وعدالة لازم بين الناس، بدل أنا هستخدم الديمقراطية، زيادة المشاركة المجتمعية، توفير مناخ للحرية يسمح للمواطنين للتعبير عن آرائهم. للديمقراطية عدة صور. فسر. عرفت الديمقراطية المباشرة في العصر اليوناني. طبعا عرفت الديمقراطية المباشرة في العصر اليوناني. صواب. هنا هنقارن بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية غير المباشرة والديمقراطية الشبه مباشرة. عندنا في الديمقراطية المباشرة بيتولى الشعب نفسه الحكم، شؤون الحكم، وصاحب السلطة والسيادة مثل قدماء اليونان لقلة عدد المواطنين. طب الديمقراطية النيابية غير المباشرة، بيتولى الشعب هنا السلطة من خلال نواب بينتخبهم ليمثلونه في البرلمان، وده طبعا اللي بيحصل دلوقتي في الحكومات، وبيناقشوا، يبتدوا هنا النواب اللي في البرلمان يناقشوا مشكلاتهم ويشرعون القوانين. طب الديمقراطية الشبه مباشرة هي صورة توفيقية وسط بين النوعين، فالشعب من حقه في مشاركة البرلمان والسلطة ومراقبة السلطة أيضا، وهو خاص بالدول الأوروبية. دلل بمثال على تحديات تحقيق الديمقراطية. الديمقراطية بتقابلها بعض الصعوبات أو بعض التحديات. عندي تحديات الديمقراطية، الأمية، الفقر، التعصب الفكري، ضعف الدور المدني. الأمية هنا الجهل وضعف وعي الفرد بحقوقهم يؤثر سلبا على الديمقراطية. الفقر طبعا بيؤثر على الديمقراطية، فالفرد هنا مشغول في البحث عن مصادر دخله، ومش هيبقى مشغول بالديمقراطية أو حرية الرأي. التعصب الفكري هنا
الشخص المتعصب فكريا بيفتقد الاعتدال ويرى دائما ان رأيه هو الصح، وهذا طبعا ضد الديمقراطية، لان المفروض في الديمقراطية احنا بنتقبل اراء الاخرين او الرأي المخالف لنا. ضعف الدور المدني يقصد بها الجمعيات والنقابات، فضعف هذه القوة يعد احد معوقات تحقيق الديمقراطية بالمجتمع. وضح العلاقة بين الديمقراطية والحرية. العلاقة بين الديمقراطية والحرية، يقر النظام الديمقراطي العديد من الحقوق والحريات مثل حرية الرأي، ويرى جان جاك روسو إن الإنسان ولد حرا، ولكن الأنشطة السياسية السيئة هي التي سلبت حريتهم. أنشأ المصريون القدامى أول نظام سياسي مدني في تاريخ الإنسانية. طبعا ندلل الكلام ده بإيه؟ هنقول حيث أنشأ المصريون أول نظام سياسي مدني على أساس مركزية القرار. مركزية القرار يعني هنا القرار من واحد اللي هو الحاكم، ولا مركزية التنفيذ، ويظهر ذلك في وصايا بتاع حطب وشكاوي الفلاح الفصيح. ظهر أول نظام ديمقراطي في بلاد اليونان بعد تشريعات سولون، ونصت على إلغاء الرق، وازدهرت على يد الزعيم بيركليز الذي أشرف. قلنا ظهر أول نظام ديمقراطي في بلاد اليونان بعد تشريعات سولون، ونصت على إلغاء الرق، وازدهرت على يد الزعيم بيركليز الذي أشرف على وضع الدستور وساوى بين الجميع في الحقوق المدنية ما عدا الرقيق والأجانب. الديمقراطية في الحضارة الإسلامية تؤكد على مبدأ الشورى. نحلل الكلام ده بإيه؟ حيث ساعد ظهور الإسلام على ازدهار الديمقراطية من خلال مبدأ الشورى. طبعا عارفين ان مبدأ الشورى قام بقيام الإسلام، واول من استخدمه الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا مبدأ الشورى بيتضمن من قيم التعددية والاختلاف والمساواة والحرية. يعني هنا مبدأ الشورى بيقبل الرأي الآخر، وهو شبيه بالديمقراطية بالنظام الديمقراطي. الفصل الثالث، الأحزاب السياسية. سؤالين، هيجيلنا سؤالين في الامتحان. اذكر شروط تأسيس الحزب السياسي. لتأسيس واستمرار اي حزب سياسي لابد من توافر عدة شروط. ايه شروط تأسيس الحزب السياسي؟ نبين ذلك ازاي. اولا، الا يتشابه اسم الحزب مع حزب قائم. يعني انا مثلا عندي الحزب الوطني، ما رجعش اعمل حزب تاني بنفس هذا الاسم، يبقى لازم ما يكونش فيه تشابه بين اسماء الاحزاب. ان يكون للحزب برامج واضحة، طبعا يكون ليه برنامج واضح بيفيد الناس. عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور. مع الدستور اي معنى ذلك؟ مع عدم تعارضه مع القوانين، قوانين الدولة المشرعة. عدم قيام الحزب على اساس طبقي، ما ينفعش ان هنا يكون الحزب فيه تفرقة بين الفقير والغني، او على فرق بين في دين، بين دين ودين، اختلاف الاديان، او طائفي. تمام. عدم وجود مشكلات عسكرية للحزب. حدد خصائص الاحزاب السياسية. اولا، تتسم الاحزاب السياسية بالاستمرارية والانتشار. الاستمرارية أي ممارسة دوره السياسي، مما يعطي للحزب جذور تاريخية. الانتشار أي يغطي كافة جوانب المجتمع، ولكن هنا ما بيكونش لطبقة معينة أو لدين معين، ولكن لكافة المجتمع. الرؤية السياسية أي يتبنى رؤية واضحة شاملة تشمل كل المجتمع. الدعم الشعبي أي يسعى إلى تنفيذ شعبي أثناء الانتخابات أو أوقات الانتخابات. السعي إلى السلطة أي يسعى كل حزب إلى السلطة لتحقيق البرنامج الانتخابي اللي هو ممثل ليه. تقوم الأحزاب السياسية على عدة مبادئ، ندلل ذلك إيه. يتطلب أولا تطبيق التعددية الحزبية عددا من المبادئ الأساسية. أول حاجة، التسامح وقبول الآخر. طبعا يبقى إيه التسامح وقبول الآخر؟ إن في اختلاف في الأديان، في اختلاف في الطبقات، في اختلاف في المجتمعات، لازم كل هنا حزب بيبقى فيه قبول للآخر. من حيث قبول الأحزاب المعارضة والسماح لها بالدخول الانتخابات من حيث يتولى الحكم الأغلبية. تمام. التنافس، يعرض الأحزاب السياسية البرنامج في تنافس أمام الناخب للمشاكل الداخلية والخارجية. التداول، قبول الأغلبية تداول السلطة في حال تغيير رأي الشعب وحصول الأقلية على أصوات أكبر. من هنا كده يكون خلصنا الثلاث فصول. الفصل الرابع اللي احنا قلنا اهم فصل، المشاركة السياسية، او نتكلم عن الدستور. وطبعا الدستور هو اساس الديمقراطية. حدد اهم خصائص المشاركة السياسية. تتميز المشاركة السياسية بعدة خصائص، ندلل ذلك بايه. افعال نافعة للفرد والمجتمع، اجتماعية شعبية تحتاج لمجهود شعب، شاملة متكاملة لجميع مجالات الحياة، حق واجب وطني للافراد،
حق واجب وطني للأفراد إن كل واحد لازم يشارك في يكون عنده مشاركة سياسية، لازم يكون الأفراد ليها إرادة، لازم يكون عندهم شعور بالمسؤولية، لازم يعني معنى كده إن لازم كله يشارك في الانتخابات مكتسبة من خلال مشاركات الأفراد مع الدولة، بدل أنا فرد في الدولة يبقى لازم أشارك في هذه الحياة الديمقراطية. ترتبط المشاركة السياسية بعدد من الدوافع، ندلل ذلك بإيه؟ تعد الدوافع الاجتماعية إحدى دوافع المشاركة السياسية، طبعا صح. طيب هندللها بإيه؟ في عندي دوافع نفسية، حيث يسعى الفرد بالمشاركة لإثبات ذاته كإنسان حر الإرادة قادر على اتخاذ القرار، أول قرار للفرد إن هو يختار من يحكمه. دوافع اجتماعية، حيث يلجأ المشارك إلى إشباع حاجاته مثل الصحة والتعليم. دوافع سياسية، المشاركة السياسية واجب وطني تجاه المجتمع. أذكر متطلبات المشاركة السياسية. المشاركة السياسية الفعلية تنطوي على عدة متطلبات، نعقب عن ذلك بإيه؟ توفير أولا الاحتياجات الأساسية للجماهير مثل الغذاء والكساء والتعليم. في حاجات أساسية كده لازم تتوفر اللي هي الغذاء والكساء والتعليم. تنمية الشعور بالانتماء الوطني، رفع مستوى وعي الجماهير، وجود تشريعات تحمي المشاركة الاجتماعية، تقوية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية. اعرض وظائف الأحزاب السياسية أو أذكر أهداف الأحزاب السياسية. أهداف هنا الأحزاب السياسية مراقبة ومحاسبة الحكومة، توعية المواطنين بمشاكلهم الاجتماعية، وتعاون الأحزاب مع مؤسسات المجتمع المدني، تنمية وعي المواطنين سياسيا، وتدعيم الديمقراطية. تعد منظمات المجتمع المدني أحد إثبات المشاركة السياسية في المجتمع. طبعا جملة صحيحة، لماذا الكلام ده؟ نفسره بإيه؟ يساهم في دعم المشاركة السياسية من خلال البرامج التنموية والتوعية بالمشاركة ونشر ثقافة المشاركة في الانتخابات والحوار. هل تساهم وسائل الإعلام في دفع المواطنين للمشاركة السياسية؟ طبعا صح، وسائل الإعلام هي من آليات تفعيل المشاركة، بتساعد على إقناع المواطنين بالتخلي عن السلبية وضرورة المشاركة. طبعا إحنا بنشوف قبل الانتخابات في إعلانات في التلفزيون، عشان هنا بتعمل عن تخلي سلبية الأفراد وتجعلهم إن هم يروحوا مثلا يقولوا صوتهم من خلال ما تعرضه من تعدد الآراء والاتجاهات. أثرت مواقع التواصل الاجتماعي على المشاركة السياسية؟ طبعا صح. عمل التطور التكنولوجي أولا إلى تكوين بنية معلوماتية ساهمت في ترابط الأفراد والمجتمعات، وعملت الحكومة والأحزاب السياسية على عمل مواقع إلكترونية للتعبئة السياسية وتنمية الوعي السياسي. طبعا الصلة هنا دلوقتي بين المجتمع هو شبكة المعلومات الكبيرة زي الإنترنت. لقد كفل الدستور المصري حق المشاركة السياسية. ناقش هذه العبارة. تعد المشاركة السياسية هي حق من حقوق الإنسان، وقد كفل الدستور المصري ذلك الحق وربطها بالحقوق الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الأحزاب والنقابات وحرية الرأي والتعبير والصحافة. حدد التحديات التي تواجه المشاركة السياسية في المجتمع المصري. من هذه التحديات اللي بتواجه المشاركة السياسية يعني الصعوبات: التنشئة السياسية السلبية، محدودية الثقة في جدوى المشاركة السياسية، الأمية السياسية، ضعف الحس الوطني لدى البعض، ضعف قدرة بعض الأحزاب السياسية على جذب الناس للمشاركة السياسية. مقترحات لتفعيلها ندلل بخمس أمثال: التوعية بأهمية المشاركة السياسية، وضعها ضمن برامج محو الأمية السياسية، تسهيل عملية التصويت في الانتخابات. عاوزين نعرض صور المشاركة السياسية. عندي الممارسون للنشاط السياسي، وفي ناس مهتمون بالنشاط السياسي، والمحجوبون عن النشاط السياسي. الممارسون للنشاط السياسي في العمل السياسي في الأحزاب السياسية والنقابية والترشح في الانتخابات. المهتمون بالنشاط السياسي بيشمل الأفراد اللي بيصوتوا في الانتخابات وبيتابعوا دايما الساحة السياسية، دايما مهتمين بالسياسة وبالرأي وبالديمقراطية. المحجبون عن النشاط السياسي هم العازفون عن المشاركة في الحياة السياسية بأي شكل، هم مش عايزين يشاركوا في أي مشاركة سياسية. اعرض خطوات العملية الانتخابية. العملية الانتخابية بتمر بست مراحل. أول حاجة نقيد الناخبين، يعني نكتب أسمائهم.
طبعا دي اول الخطوات العمليه الانتخابيه. رقم 2 تسجيل المرشحين بسجل المواطنون الراغبون في الانتخابات. الحملات الانتخابيه للمرشحين بعد اعتماد القائمه، ويتم السماح لهم خلال فتره زمنيه محدده للقيام بحملات انتخابيه. عمليه الاقتراع اللي هي عمليه التصويت، وهي طبعا اهم الخطوات لانها بيتم تحديد موعد الانتخابات بيتم فيها تحديد موعد الانتخابات والتصويت في اللجان المقيد بها. عملية الفرز بعد انتهاء التصويت، يتم عملية الفرز في لجنة الانتخابات نفسها. إعلان آخر خطوة، إعلان النتيجة بعد الفرز. طبعا بيتم إعلان النتيجة، وطبعا بتعلن قائمة الفائزين وعدد الأصوات اللي حصل كل فائز أو كل مرشح. وإن هنا برضو انت بتعطي فرصة للطعن، ميز بين المراقبة والإشراف على الانتخابات. هنقارن بين المراقبة والإشراف. المراقبة تعني وجود هيئات محايدة بتقوم بملاحظة وإصدار تقارير عن العملية الانتخابية ومراعاة الحيادية والنزاهة، وطبعا اللي بيقوم بها دايما طبعا القضاء. الإشراف يعني قيام جهات حكومية وغير حكومية تشارك في تيسير عملية الانتخابات، والقضاء هو الجهة المشرفة على الانتخابات. قارن بين نظام الفردي ونظام القوائم للعملية الانتخابية. عدد الدوائر الانتخابية في نظام القوائم أكثر من النظام الفردي، أو طبعا عدد الدوائر الانتخابية في نظام القوائم أكثر من النظام الفردي. الانتخاب الفردي بيتم تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة بحيث يتطابق مع عدد مقاعد البرلمان، وينتخب الأفراد نائب واحد، ويفوز المرشح إذا حصل طبعا عن 51%. الانتخابات بالقائمة بيتم تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانتخابية الكبيرة، والقوائم نوعان: القوائم المغلقة، وهنا المغلقة بيختار الناخب قائمة واحدة وليس له الحق في إدخال أي تعديلات. القوائم المفتوحة تتميز بالمرونة حيث يسمح للناخب بالتعديل. اذكر سؤال مهم، اذكر أسباب ثورتي 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ميلاديا. أسباب ثورة 25 يناير، طبعا تزوير انتخابات مجلس الشعب في 2010 ميلاديا، كان في تدهور في الأحوال السياسية والاقتصادية، انتشر الفساد الإداري والسياسي والرشاوي، واستغل النفوذ هنا وتصدير الغاز لإسرائيل. أسباب ثورة 30 يونيو، إن لم تستطع الحكومة في هذا الوقت السيطرة على الفوضى، وانعدام الأمن في الشارع، وتزايد عدة الاحتجاجات الشعبية، وعدم وجود حلول فعلية للعدالة الاجتماعية. وكمان دستور 2012 أعطى صلاحيات أكتر للرئيس. سؤال، حدد أهداف ثورة يناير عام 2011 ميلاديا. أهداف ثورة 2011 ميلاديا: حل مجلسي الشعب والشورى، تولي الجيش حفظ الأمن، عزل قيادات الشرطة الفاسدة، تشكيل حكومة انتقالية، تشكيل تجميد أموال المسؤولين السابقين، إشراف قضائي كامل. اذكر أهم مكتسبات ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013. أولا، استعاد المصريون الثقة بأنفسهم والتعبير عن أفكارهم بشكل سلمي أسهل للعالم. أظهرت المعنى الحقيقي للتسامح الديني في مصر والحرية الدينية، فالمسلم والمسيحي وقفوا مع بعض من أجل الأمة. سؤال، ما المقصود بكل من؟ عندنا هناخد بعض التعريفات المهمة، مثلا زي تعريف الأخلاق. هنا تعريف الأخلاق إن نسعى إلى تحقيقها وتمثل أهداف ثابتة لحياتنا كالإحسان إلى الفقراء. الدستور هي مجموعة القواعد الأساسية اللي بتحدد شكل الدولة وقواعد الحكم فيها وحقوق الأفراد، وتنظم سلطتها واختصاصاتها. الحزب السياسي هو مجموعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل الديمقراطية لتحقيق برامج اجتماعية وسياسية واقتصادية للدولة. المحكمة الدستورية العليا، وطبعا هنا ده تعريف مهم، هي جهة قضائية مستقلة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ولكن يمكن انعقادها في مكان آخر داخل البلاد، ولها موازنة مستقلة. المشاركة السياسية هي مجموعة الأنشطة الإيجابية اللي بيقوم بها المواطنون بهدف التأثير في صنع القرار السياسي. الديمقراطية، واحنا واخدنا في الفصل الثاني، هي كلمة يونانية بتتكون من مقطعين، ومعناها حكم الشعب لنفسه من خلال نواب برلمانيا او رئاسيا. القانون هي مجموعة قواعد عامة مجردة تنظم سلوك الافراد في المجتمع وتعاقب من يخالفها كمخالفة السرعة اثناء القيادة. من هنا نكون خلصنا المراجعة النهائية لمادة التربية الوطنية. إن شاء الله أتمنى لطلابي النجاح والتفوق في جميع المواد.
واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.